من النكهات والأشكال مجدداً أطباق جديدة لضيافة العيد. وضيافة العيد إلها أول ما إلها آخر، أساسها الكعك المعمول، وبعدين بنكملها بالعديد من الأصناف اللي بتناسب مختلف الأعمار، إن كان عندي شباب بنات كبار صغار، كل واحد بيلاقي الضيافة اللي بيحبها وبتحلى له. يلا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. خلينا نشوف أنا وياكم مقادير، وركزوا بالمقادير لأنه رح يكون في عنا سؤال، بعد السؤال رح يكون في عنا رسالة SMS على 9342، وبعدها مباشرة كمان رح يكون في عنا فائزين وأجهزة كهربائية مجددا مقدمة من منتجات البيك. اليوم أنا وياكم بدنا نعمل الوصفة الأولى، واللي هي رح تكون عبارة عن وصفة السميد والطحين مع بعض. رح نحط سميد وطحين مع بعض. اللي بتخاف من موضوع السميد بدي أريحك، عجني وحط طحين، بس سميد وطحين مع بعض في إله أساس وفي إله مقدار معين إحنا بنشتغل عليه. تعجني بإيدك بيزبط، أخمرها سهل، قديش بسحب؟ بسحب بس بنشوف على الهواء، بسحب سائل طبعا. خلينا نشوف مع بعض المقادير وبعدها نطبق مع بعض. معمول العيد بسميد وطحين مع بعض. بدنا نستخدم 5 كوب سميد فرخة وسط، كوب طحين، بالإضافة إلى كوب ونص سمنة مذابة، كوب زبدة مذابة. عدنا بعد الفاصل. هاي القوالب نعيد للي ما شاف مبارح الحلقة عشان تكون المعلومة كاملة. قوالب خشب كنا نجيبهم من حلب زمان، هلأ مصار موجود مليان عنا. بلاستيك، وفي عنا عظم، وفي عنا اللي هو هذا ألمنيوم تقيل. هاي القوالب شايفة اللي هون جوا، شايفة هاي بواقي حبة الكعك. زمان كنا نضرحين جايين ندهن زيت ندهن زيت ندهن زيت، تتحمر حبة الكعك والمعمول من جوا لسه مش مزبوطة ويتغير الطعم ويصير الزيت كثير على حبة المعمول. زمان كنا نحط النايلون الشفاف. امبارح احد الزملاء بيقول لي رحمه امي كانت تحط رول تغليف النايلون تبع الاكل، شيل نايلون حط نايلون وقت مهدور. إشي سريع خفيف لطيف، افكار بسيطه وسريعه وصح. كلسات النايلون الستاتي الشفاف بنشيل الجهه اللي فوق واللي تحت بالمقص وبنفتحها هيك بهالشكل بدها تصير، شايفينها؟ واحنا عشان اكل يعني صحيا وللعين حنجيب الشفاف. قصيناها، شوفي هذا يعني قديش هو بغلب شكل الحبة. قصيت حبة العجين على شكلها، احشيها الحشوة اللي بدك إياها فوق النايلون، ها بكل بساطة ضغطتها بقوة قلب. لا قولي بس في ملاحظة إنه حكيتي للمعمول ما بنحط حليب سائل، مضبوط؟ للعجن، للعجن. أما الكعك بدك تحطي حليب سائل، مضبوط؟ بصير، أنا هذا مش كعك، هذا بسكوت. البسكوت عفوا، طيب شو التمييز يعني انه مثلا انه ما حطينا الحليب وحطينا في البسكوت؟ اقول لك ليش. الحليب بشكل عام يا ست الكل، احنا هلا الدنيا شوب صح؟ بتجيبي انت صحن الضيافه بتحطيه بغرفه الضيوف اللي بنفوتها بالسنه مره، صح؟ صح صح، الدنيا بتكون شوب صح؟ سجاد موكيت، يعني في شوب، في ناس رايحه جاي، في نفس في البيت. فالمكان الحار هذا حليب بحمض. فبتلاقي حبة الكعك والمعمول لازم انت شو تعملي؟ ولا معلمانية تحطي بالمضيفة وتروحي تشيليها على جنب. كنا بالزمانات نجيبها من غرفة الصالون ونحطها في مكان بعيد عن الدفا أو الشباك، لأنه فيها حليب. كانت رحمة ستة تقول الكعك بحمض، وبعدين صاروا ستات يبعثوا لي صور يقولوا لي حبة المعمول شوفي شريناها من المكان الفلاني عليها من برا حبة المعمول نقط. شو هاي النقط؟ صحيح الحليب. تمام. فالحليب السائل أنا ما بحب أعجن فيه كعك ومعمول نهائي ولا تحت أي ظرف. شوفي هاي وصفة ملاحظة كثير حلوة، يعني أول مرة بسمعها بصراحة. في محلات كمان بالأردن هاي 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 فنيات وتكنيك للشغل، مش إنه بغشكم لا سمح الله لا قدر الله، ولكن تكنيك ما بيدور كثير للناس لأنه هو أقل وقت وجهد. في كعك ومعمول مفرز بالسوق حق الكيلو 18-20 دينار، مفرز، معلومات روعة، بشكرك نص... على المعلومات. يس نص خبزة بس بنعطيه كعب من تحت بفوت على فريزرات، شايفة هاي التلاجة بطولها لفوق كمان بالحجم لفوق لفوق، بتيجي الفريزر على مدى نظرك هيك كامل فريزرات كعكو معمول. ولا أنا كمحل كيف بدي أبيع كل هاي الناس اللي رايحة جاي علي وأبيعهم الكيلو 18 دينار؟ قشاشة بدك تعرف الكعكو المعمول مجمد أو لا، امسك حبة المعمول اللي فيها من تحت. صحيح
صحيح. إذا لقيتي كعبها لونه أشقر بس الداير أبيض، اعرفي إنه مجمد. شو بنعمل؟ بنعمل له ديفروست من طول بطول الشفاط من الثلاجة على الستيشن، بقعد ساعة ديفروست على درجات حرارة معينة، وبعدين بيرجع بفوت الفرن يكمل الجزء الثاني من الاستواء، وبطلع سخن وطازة وببيعك يا ب18 يا شريفة. صحيح. أهلا وسهلا فيك ستي. يلا رح نخلطهم مع بعض سريع سريع، ولا بده إشي على السريع. عافي عمرك، اهلا يا ام فيصل. وديك على الكعكات والبسكوتات اللي بيشهوا. حبيبتي بخدمتك، قولي لي شو رايك بهالوصفات؟ والله ما شاء الله ما شاء الله، عندك خيال. قولي لي عملتي كعك؟ عملتي؟ والله صراحه بستنى عشان اخذ يعني منك بعض الشغلات عشان اتعلم واعمل كمان، صراحه ما عمري سويت. يلا قولي يا رب وجربي كاستين طحين ونص كاسه سميد وشوفي كيف النتيجه. ماشي حبيبتي. قلنا بتسلم عليك كثير السلام ام رائد، دائما بنتابعك انا ومرت اخوي محمد. الله يسعدها، سلمي على الجميع يا قمر. كثير السلام حبيبتي، ان شاء الله بتضلوا بالف خير يا رب. بالف الف خير. وانت بخير وصحه وسلامه. اهلا وسهلا. هلا يا ستي، اهلا. شايفه انا عم بقلبها بالحليب وعم بلمها على بعضها. نفحص كمان مره، بنبدأ الفها رول كمان مره، لفيها وبرميها على ايدك، بعدين بنيجي بنلفها من هون. شو صار فيها؟ شقات. ليش؟ لأنه في عندي سميد، السميد بسحب المي، بنرجع بنرجعها وبنرجع بنحط المي، لما تلم معاكي وتصير أمورها تمام زي موضوع السميد اللي سبق وحكينا عنه. وبهالوقت لازم نشوف أنا وياكم سؤال الحلقة. يلا سؤال الحلقة لليوم، حلقة مطبخ رمضان، ماذا استخدمت الشيف أو شو استخدمت الشيف لعجن وتحضير رول البسكويت بالتمر اللي هلأ بعمله؟ حليب سائل فاتر ولا حليب سائل بارد ولا حليب سائل مجمد؟ أكيد مش مجمد، والفاتر أو الدافئ نفس الإشي، أما بالنسبة للبارد رح يخرب لي الشغل. فأي إجابة صح تبعتي رقم الإجابة الصحيحة على 9342، وإن شاء الله فالكم طيب، تفوتوا معنا على السحب والسيستم بيختار عشوائيا. شو صار؟ حطينا المي نفس السميد، شوفي شو صار، هاي المي شو عملت، أو اللي هي الحليب بما معناه يعني الحليب السائل، شو صار فيها؟ صار كأنها العجينة مبلولة. برجع بوقف وبستنى عليها تسحب السائل، حطيته إن كان مي أو حليب. اللي عندها تحسس شايفها بلشت أحس بقوام العجين، اللي عندها تحسس من الحليب اعجني بمي بطلع كتير طيب. كمان مرة لفي 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 على إيدك، لفي وبرمي الحبة، رجعت شققت معي لأنها ما ارتاحت. لازم ترتاح. قديش؟ نص ساعة. أنا مجهزة عينة، بعد الفاصل رح نعمل أنا وياكم رول البسكويت بالتمر، ملوش دخل بطعم التمر نهائيا، رح نحط له خلطة للتمرات إشي مرتب. فاصل ورجعين. شايفة هذا الباكيت فيه حوالي 20 ورقة أو 10 ورقات مش متأكدة، بشتريه ب75 قرش، بيختصر علي قصص كتير، لا لزق العجين ولا مزع ولا خرب ولا آخره. فأنا بشتريهم، جبت قطعة عملتها على شكل كرة بهالطريقة، وبعدين ما بنخليها خميلة نهائيا. أرقام الاتصال والتواصل معنا عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة. وكمان مرة سؤال الحلقة بيقول ما هو نوع الحليب أو إيش الحليب اللي استخدمته الشيف لوصفة الكعك الرول؟ ماذا استخدمت الشيف لعجن وتحضير رول البسكويت بالتمر؟ حطيت حليب فاتر ولا بارد ولا مجمد؟ الفاتر اللي هي نفسها الدافئ، يعني نص حرارته بتكون تمام. وهي التمر اللي هو إيش؟ اللي هو أنا مجهزت الحشوات عجنتهم ببعض، بكيت تمر وحطيت له معلقة كبيرة قرفة، معلقة كبيرة شومر، معلقة كبيرة ينسون، وممكن استبدال القرفة بنكهة الهيل. أرقام قدامكم عم تظهر في أسفل الشاشة. هاي أول وحدة سحبيها، شايفة كيف؟ إشي مريح جدا. رح نجيب كمان ورقتين ونحاول ناخد كمية قدر المستطاع تكون بحجم الحبة اللي عم نساويها. رح نجيب التمرات، بعدين إحنا بنقول رول إذا ما بده يكون كتير معاي كتير خميل التمر، بيكون كله هيك قطع على بعضها. مساء الخير يا مروة. أهلا شيف. بسم الله. أهلا. كيف هلا حبيبتي، أهلا. يسلم ايديك على الوصفات الطيبة. حبيبتي الله يسعدك، شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. قولي لي. شيف بدي أسألك عن معمول بطحين. قولي. بنعمله على وصفتك، بس نيجي نحمرها الحبة من تحت. تهبط.
بطن نفسي كلها. لما نعملها بالفستق الحلب والجوز. اوكي. شو الحل؟ تاخذ كعب من تحت وما بتتحمر من فوق؟ لا بتتحمر ونحملها اول شيء من فوق بعدين من تحت، بس بعد ما نحملها من تحت بتهبط الحبه. بتفرط. مكتر المي عند التخمير، انتبهي. تمام. شوي شوي على ايدك ترشيح، خلي ايدك هيك وحطي مي ورشي، سمي بالله ورشي، حركي، ارجعي رشحي مي، يعني مش صب، انتبهي، المعمول ما بده صب مي. تمام. اهلا يا قمر حبيبتي، بالهنا والعافيه. يلا حنرجع نكمل بالتمر. تمني التمر يكون كتير واضح معاي، بدي اعمل بسكوت كل الاولاد الصغار ياكلوها ويحبوها بدون ما يصيروا يقول لي انا ما بحب التمر، لا بالعكس، إشي مفيد جدا جدا جدا. ها بعدين الحلو فيها انه ايش ما تمديها عشوائي مش مشكله، بنرقعها على بعض، انه احنا رح نلزقها كمان بشوبك العجين. شايفه وين الجهه الخميله؟ ارجعي امشي عليها بالشوبك وهكذا. طلعي ما احلى ورق زبده على الشغل، جنن، احلى من هيك ما في. طيب يلا هناخدها على ايدنا ونروح فيها على العجينه. شوفي ما احلى، ولا احلى ولا اطيب من هيك. ونشوف وين يجيها زيادة بنشيل، وين في نقص بنرقع. ها شايفة بإيدك، ولا سكينة ولا غيرها. شغل البركة كتير زاكي وطيب إذا كان على الأصول طبعا. ها رح نلحق شكل العجينة، هلأ بتشوفي كيف رح يلزق ببعضه، ما في إشي رح يفك من التاني. نرجع بناخد شوية عجين وعلى ورقة الزبدة نكبرها شوي، بنرقعها زي صينية الكبة. كمان مرة على النص، كمان مرة ورقة زبدة بهالطريقة، بنروح بنمدها وهكذا دايبة بان ماري سائلة، وبعدين نحط عليها من فوق فستق حلبي، بياكلها ابنك وهو بيضحك وهو عم ياكل تمر. مساء الخير يا أم فادي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، أهلا وسهلا. حالك أستاذة علا؟ مشتاقيت لك يا ستي. ثاني مرة بحكي معك على التلفزيون، قبلت أنا وياك بحدائق. أنا شو بدي أحسن من هيك؟ أنا قبلت أنا وياك بالبزارة. أهلا وسهلا فيك بكل وقت، شرفنا يا قمر. جيت مرة معك على التلفزيون أستاذ عهد الجدي. أهلا وسهلا، الله يوفقكم يقويكم. الله يسلمك حبيبتي. الله يخليكي. أنا والله حبيت أعيد عليكي. عن ناقبة الأمين وفي العام والخير إن شاء الله، بتضلي بألف خير دائما يا رب. الله يمسي مبدعة حبيبتي، من بعدكم وشرواكم أكيد. أنا من شو اسمه صاحبتك يما، أنا صحبة أنا وياها. أهلا وسهلا فيكي وشكرا على اتصالك ومساكي سعيد يا أمر حبيبتي. أهلا وسهلا فيكي ستي، نورتينا. أهلا وسهلا. هاي البسكوتات كيف أخبزهم؟ مثل ما هم، عشان اورجيك انه احنا خبزناهم زي ما هم، رح اجيب لك حبه وتشوفي كيف اخذت كعب. المقروطه ما بنخبزها هيك مثلا، هيا شوفي هاي الحبه وهي كعبها، حطيناها على قاعها من الصينيه وبتخبزيها بس بدون مروحه، ما في خميره، بتطلع معاكي بتقرقش بسطريه. هاي الكعب شايفه، وهيك كانت على الصينيه، وهاي المخبوزه وهاي اللي مش مخبوزة، وهيك بنكون عملنا بسكوت رول. شوفي لما كبرتها شكلها حلو بس فيها تمر، رح تكون حلوة كتير، فرح يأكل نصها ويرمي الباقي. فإحنا خلينا بالسيف سايد ونسوي بحجم اللقمة حبة واحدة، هياخدها ويأكلها. بعد الفاصل رح نسوي تمرية اللي شايفينها بألوان زاهية وإشي كتير مرتب، باكيت تمر وعلبة قشطة ونتفة قرفة ونص اصبع زبده، ورح نطلع بهذا الطبق الفخم اللي بشوفه بقول لك الست هاي ابصر قديش دافعه عشان تعمل لنا ضيافه مرتبه. اكيد فيش اشي من قيمتكم، ولكن بنحاول قدر المستطاع نقدم ما يلائم ويناسب.
رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل، وعمي سيبونا من الشغل وخلينا بالفائزين. خلينا نقول ألف مبروك مين اللي فازوا معنا بأجهزة البيك الكهربائية، منتجات البيك. الستات اللي بتبعت لي من وين يا شيف نشتريها، ما إلنا حظ إحنا نربح، روحي على أي محل أدوات منزلية قسم الكهربائيات، يعني هم منزلين هلأ موديل جديد أنا تفاجأت، حقها 50 دينار، أنا شريتها ب250 براند زمان. المهم الفائز الأول دنيا صالح أحمد لفطيمات، صحيح الاسم؟ مبارك عليك يا دنيا، طنجرة ضغط كهربائية من منتجات البيك، طنجرة تخدمك صح، تشتغل لحالها تطفي لحالها، أنت ما عليك إلا تحط الجاج واللحمة، تختار البرنامج اللي بدك إياه، جاج، لحمة، ورق عنب، رز، شوفان، شو اسمها فريكة، ايش بدك، كلهم 8 برامج تختلف عن غيرها من السوق، انه فيها برنامج ورق العنب، بس مش بس ورق عنب، كل اشي محشي وملفوف.